اليوم طبعا ثالث يوم العيد، اول يوم العيد ما طلعنا وثاني يوم العيد ما طلعنا لانه حاره، بس اليوم ان شاء الله راح نروح للالعاب لان هذا الترفيه نفسه اللي رحنا له ذيك المره. سمعت انه جايبين العاب جديده، حابين يجربوها العاب جديده، فهسه راح نروح ان شاء الله ونشوف فعلا جايبين العاب جديده. حتى اذا ماكو العاب جديده هي حلوه ترى العاب القديمه. هي معك الشحنات، هاي مثل ما طياره مال الستيرن وجوا كرسي جوا هذا تلعب بها؟ اي. وانت اكثر شيء يا لعبه تحبين؟ ترامبولين اكثر. وانت عبود يا لعبه تحبك؟ ترامبولين؟ يعني انت ما تحب الترامبولين؟ يعني شنو هذا تجمز عليه؟ اي انا احب الترامبولين. ترى انا شو حبيت؟ ايه؟ لما نروح لبي اكو هاي النفسه الكبيره بيها مال تسلق هاي. ان شاء الله يلا هسه نروح للالعاب؟ اي. اوووه. شو رايكم بالبيت مالتي؟ حلو من ركبته؟ خلوا للفيديو لايك اذا عجبكم البيت مالي واذا عجبكم الفيديو، ووصل الفيديو 100,000 لايك. هسه راح نروح للنادي التمثيل ونلعب ونشوفكم. شنو رايكم بالنظارات مالتي ومال يوسف؟ انا تحب نظارتك؟ حطوا اشتراك. هذا شوفوا هذا جديد، هسه هذا ميدان الرمايه جديد، اول ما طبينا شوف هاي شيء جديد، اول ما نلعب ذيك. صراحة ايه مش على ابنا يعني الرسم. خلينا نشوف. طبعا جينا شوي من الوقت حتى يكون شوي مزدحم. بس خلينا نشوف شنو اللعبات الجديدة الجاي بيها. ها؟ هاي؟ هسه حاضر حاضر. خلينا نلعب هنا. ترامبولين اول واحد؟ صاير بالترامبولين. تعال يا يوسف تعال هنا تعال هنا. شوف احتار يوسف. اه احتريت؟ شوف هنا عبود ولا عبود؟ المتابعين تنطق صورة ويانا الأميرة رزانة، تنطق صورة ويانا طلعنا باليوتيوب. ها؟ طبعا رزان من متابعينا قال لهم هلا. هاي يلعبون بولينج، يلا خلينا نشوف. خلينا نشوف هاي لارا ذاك يوسف. اوه اوه وقع يكون يوسف. هسا هاي ذهبيه عبود يضربها. هاي لارا كان يدمي مال لارا. يلا عبود اضرب اضرب. عبود ضرب اوه طارت مال عبود. هاي مال لارا لا ما جت بيها. هسا شوف هذا اللي بقى للعبودي هذا اللي بقى للارا. يلا اضربه. هاي الطابه مال لارا هاي توقع ذيك مال عبودي. هلا والله يوسف ضربها. طبعا متابعينا هنا دا يصوروهم هسا يوسف. يلا طبعا ذيك هسا عبود يلعب مخالف. اوه راح يوقعهن يوسف راح يوقعهن يوقعهن يوقعهن. شوف شلون وقف. لا بعد بعد يلا بعد العب بعد ايه. يلا ايه اضربها. هذا راوند جديد. اوه شنو؟ خلص الوقت. بس راح اسوي سباق مع عبودي ولارا بالبايسكلات. هو المفروض اثنين باثنين بس يوسف ما يقدر يركب سيارة. هسه من الازرق انت لارا؟ شلون؟ اي صح لارا السابقة. يوسف ركب بالسيارة. شوف عبودي قام يدوس. عبودي قام وقام. عبودي طبعا الازرق شوفوا ذاك ولارا الاحمر هذا فوق. لارا سابقه لحتى انا لارا سابقه. هاي تاخذون تفاح حتى يصير اسرع تفاح موز.
واو يوسف شوف رجليها دوبها توصل على البنزين والفرين. ان شاء الله لازم نستنى العمل بعيد هذا. السلارة 122 عبود 61. واو سبقتك. ما بيمشي شوف ما بيمشي. عبود شنو ما عجبتك اللعبة؟ ينطيها مجاري يعني على اساس. هذني هذني لازم تجمع عبود هذني اوف راح يخلص الوقت 4 3 2 1 يوسف لحد الان بعد ويا السيارة. شوفوا دايس البنزين كله. اللي يلعبون هسه هاي مال الطوبات هاي لعبناها ذيك المرة. يلا العب يلا العب اضرب اضرب. شوف الطوبات اللي يضربوها. مع الدماج مال يوسف شوف يوسف شلون متفاعل وياها. عبود اوكي عادي بس يوسف شوف يوسف انت اكثر هسه عبودي 7000 وانت 10000. شوف هذا العدد مال يوسف ذاك العدد مال عبودي عبارة عبودي شوية رجع يوسف وصار 15000 يوسف عبودي 10000. خلص الوقت ايه انت الفايز مبروك يوسف فايز. بالمطار يلا شغل المطار تعال ركب يوسف المطار يقول من زمان ملاعب هسه عبود راح يلعب هاي اللعبه. يلا لازم قبل انت هناك العبود سبعة واربعة هسه شنو؟ هسه لارا تلعب هاي انه تضربها يا رب مرتين هسه لارا تبي رقم 24 اضربيها. يلا لارا اضربي اضربه قوي خلينا نشوف وين راح يوقف. ايه خالف هسه انت طلعتي 10 10 لازم تضربيها اقوى. يلا هسه يوسف يضرب هسه يوسف يوسف اللي يضرب اضرب. اوبس وين لا هم خلينا نشوف لازم 24 طلع 10 بعد لازم رقمين يعني شوفوا يوسف جاب 22 24 ما بيها يكون شي فارغه احنا ربنا 24 عبود نفسها اللعبه هاي ما هاي نفسها؟ اوكي يلا عبودي اضربها اضرب لازم نطلع يمكن 24 نريد خلينا نشوف يوسف جاب 22 راح يعبرها يمكن راح يعبرها اوه عبرها وين؟ عبرها صار الضربة قوية كلش والله ما صار قوي احنا كنا لازم 24 لا اقل ولا اكثر. طبعا هسه طلعنا من النادي الترفيهي صورنا لكم شوي لانه كل الالعاب نفس يعني ماكو فد شيء جديد احتمال اللي قال لي انه متوهم وانتم الالعاب كلين شايفينها يعني بذاك الفيديو اللي قبله فكل لعبات لعبوا بين ما صورتهن. وهذا كان فيديو اليوم هنا وصلنا لنهايه الفيديو. لا تنسوا لايك تشتركوا بالقناه تفعلوا الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد. اوه باي. أوه.